سادة العلماء دائما هم سرج الأزمنة، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا مولانا الحبيب، حقا ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء من ساحة القرآن إلى روضة العلم والعلماء والكلمة المباركة. فضيلة الشيخ محمود مكاوي الواعظ بالأزهر الشريف، فليتفضل فضيلته مشكورا منا ومقبولا من الله، سائلا ربي جل في علاه له التوفيق والسداد والقبول والمدد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معز من أطاعه وهداه، ومذل من تكبر عليه وعصاه. لله ضر من قال: أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب له النواصية، ولو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي، ما أعظمها من ميتة لنا ولكم بشريات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، البشرى لأهل الميت خاصة، والبشرى الثانية لكل مؤمن ومؤمنة مسلم ومسلمة على وجه الأرض. أما البشرى الأولى فهي موت الميت في هذه الأيام الطيبة المباركة. أولا، مات ليلة جمعة، فما أعظمها من ميتة، وكانت ليلة ممطرة تساقطت فيها الأمطار، ونبينا المختار يبلغنا جميعا أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب، فكم من مسلم ترحم عليه عند سماع خبر وفاته. كانت الليلة الماضية ليلة ممطرة، بل هي ليلة جمعة، بل أن فقيدنا صلي عليه صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، وصلى عليه أمة من الناس، وما من مسلم يموت ويصلي عليه جماعة فيقول الله تبارك وتعالى: قبلت شفاعتكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وحد الله وصلى على حبيبه، هذا هو الأمر الأول. لا نبكي على ميتنا بل نبكي على أنفسنا. مات وبفضل الله تبارك وتعالى في أيام عظيمة
كريمة فيها ما فيها من الخير والبر والبركة والإحسان، يكفيه أنه مات في شهر القرآن، هذا الشهر العظيم الذي يشفع لعباد الله تبارك وتعالى. فما أعظمها من بشريات. هذا والأمر الأول. ثانيا، أذكر نفسي والحاضرين بفضل هذه الأيام الطيبة المباركة. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله. وخلي بالك، خد هنا خط واعرف إن في حكمة. وأيقظ أهله وأحيا الليل. بعض الناس يقول لماذا أوقظ أهلي؟ نفسي ثم نفسي. الله تبارك وتعالى يقول لنا جميعا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني الأمر لو أنت بنفسك كان يبقى أمر هين، إنما أنت مسؤول عن أهلك أمام الله. أنت بتصلي القيام وابنك ما شاء الله شاب في ريعان الشباب، لا تعلم أين هو، أبين صفوف المصلين أم تركته يأذي الناس في الشارع. ولذلك يا أحباب رسول الله، في هذه الأيام الطيبة المباركة عليك أن تكون ناصحا أمينا لك أولا ثم لأهلك. فالله تبارك وتعالى يقول لنا جميعا في القرآن الكريم: قوا أنفسكم وأهليكم. ويقول النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أحباب النبي، نحن نعيش في أعظم أيام الدنيا، هذه الأيام الطيبة المباركة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر. فنسأل الله أن يكتبها لنا جميعا. قال الله في شأنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة العظيمة، اسمع، نزل القرآن مع سيدنا جبريل فصار من أفضل الملائكة، ونزل القرآن في شهر عظيم فصار من أفضل الشهور، ونزل القرآن في ليلة فصارت من أفضل الليالي، ونزل القرآن على نبي فصار من أفضل الأنبياء، وما دخل القرآن صدرا إلا نوره، وما استمع له سامع إلا جزاه الله بالإحسان إحسانا، وما قرأه قارئ إلا وأخذ بكل حرف أجرا وثوابا عظيما. فبركة ليلة القدر بفضل الله أولا ثم بنزول القرآن ثانيا. وحد الله وصل على حبيبك. هذه الليلة ما نالت الأجر والفضل إلا بحلول القرآن. هذه الليلة أخاطب نفسي والسامعين أن نأخذ منها الفضل والخير. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر. خلي بالك، قيام ليلة القدر قد يدركه الإنسان بركعة واحدة، بتسبيحة واحدة، فهو أمر يسير وهين على المسلم. أولا يقول النبي صلى الله عليه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل.
ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام النصف الآخر. يبقى أقمت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بصلاة العشاء جماعة وبصلاة الفجر جماعة، وهذا هو أقل القيام. أما إذا كنت من الذين يصفون أقدامهم لله سرا بينك وبين الله فذلك دأب الصالحين كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا جميعا أن نحيي ليلة القدر، إما بالدعاء والأذكار والعبادة وقراءة القرآن، وفضل الله واسع وما أعظمها من ليلة. كيف نجدها يا رسول الله؟ قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الليالي الوترية. طب إذا أدركناها يا رسول الله بما ندعو؟ قال تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قد يدعو إنسان ويقول اللهم اغفر لي، هل هناك فرق بين المغفرة وبين العفو؟ صلى على الحبيب. المغفرة أن تأتي يوم القيامة ويعد الله عليك الأفعال والأعمال، ربنا سبحانه وتعالى يجيبك يوم القيامة ويدني عليك ستره ويقول عبدي فعلت كذا يوم كذا، تقول نعم يا رب. عبدي فعلت كذا يوم كذا، يقول نعم يا رب. فيقول الله جل في علاه سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك الآن، خذوه إلى الجنة. هذه المغفرة، إن ربنا سبحانه وتعالى يعذبك في اللي انت عملت في ظهر هذه الحياة. أما العفو، وحد الله وصلى على حبيب. أما العفو أن تأتي يوم القيامة والله تبارك وتعالى لا يحاسبك ولا يفتح لك بابا في هذا الشأن، بل تأتي يوم القيامة إلى جنة الله دون حساب ولا سابقة عذاب. فالعفو أعظم من المغفرة. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يدعوا بهذا الدعاء الطيب في ليلة القدر في الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان. يقول الإنسان منا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا هو الشأن العظيم. فالبشرى الأولى كما بينا هي لفقيدنا أنه مات في رمضان في العشر الأواخر من رمضان في ليلة الجمعة، وصلى عليه جماعة من المسلمين ودعا له الناس بالفضل. فهذا إن دل فإنما يدل، ولا نزكيه على الله، إنما يدل على حسن الختام. الأمر الثاني، البشرى لكل مسلم ومسلمة أن ليلة القدر من أعظم الليالي. قال الله في شأنها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعدل عبادة 83 سنة، يعني عمرك كله يسوي ليلة. إذا أدركتها ونلت فيها البركة والخير والبر والإحسان، الله تبارك وتعالى يفتح لك أبواب الخير. الأمر الأخير حتى نختم، ألا إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، فعرض نفسك لرحمة الله حتى تكتب من عتقاء الله من النار. الأمر الأخير، الدنيا إلى زوال، فإن طالت فهي قصيرة وإن عظمت فهي حقيرة. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد صلى عليه وسلم.
سيبك من اللي انت فيه صلي. فالصلاة على النبي مقبولة في هذه الأيام الطيبة، فما بينا لكم بفضل الله تبارك وتعالى. والجار أحمد والرحمن ناشيها، قطوفها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله حمدا في مغانيها. من يشتري الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل ينشيها. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليه. اللهم شفع فيه الصيام، وشفع فيه القرآن، وشفع فيه حبك لمسجد الله تبارك وتعالى، وشفع فيه الصالحين يا رب العالمين، وشفع فيه مرضه يا رب العالمين، وألحقنا به على خير يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق. لا أقول لكم كما قال الناس، إنما أقول لكم ما قاله رب الناس. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق سيدي محمد صلى الله على حضرته. قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: بما أدعو الله في هذه الأيام العشر؟ قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم وحبها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوحد. شاكرا لفضيلة الشيخ محمود الكاوي على هذه الكلمة الطيبة المباركة في هذا الصرح الكبير، ليلة العزاء والوداع والتقريب للفقيد الكريم الذي كان صابرا على البلاء قاضية القضاء بسمير عبد الحميد لويش رحم رب القلوب التقية الطاهرة المباركة ببركة هذا الشهر العظيم الطيب المعظم. شكر الله لكم أيها الأعلام، سبحان من له الدوام. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، عملا بقول سيدي محمد قائلا: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكر الله للجميع.